السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الحاجات الجديدة في ريفت 2020 إن أنا أقدر أعرف المسار إن أنا أخرج من المكان بتاعي. يعني على سبيل المثال، مثلا لو أنا موجود هنا وحصل حريقة واضطريت إن أنا أخرج، لازم يبقى في مسافة معينة، لو زدت المسافة دي ممكن أضطر إن أنا أعمل سلم جديد وهكذا. طيب خلينا مثلا أقول له أنا عندي ال باص أوف ترافل أهوت، أقول له أول نقطة عندي أهي. طيب أنا عايز أخرج لفين بقى؟ أنا عايز أخرج لهنا. تمام، هو يبدأ يدرس لك، هيقول لك انت تمشي كده 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 كده، وبعد كده تخرج من الباب وهكذا. بيبدأ يشوف المسار بحيث ان هو ما يعديش في قلب حيطة، لازم يشوف الابواب وحاجات زي كده. يعني مثلا لو انا هنا، تعالى نعمل واحد جديد بس في ترافل، انا هنا ادي اول نقطة وهي تمام. مش هيقول لك لا خليك راجل خارق وعد الحيطة، لا هيقول لك اخرج من الباب دوت وبعد كده الباب دوت وبعد كده تيجي تلاقي نفسك خرجت هنا. طيب لو انا في لاي ظرف من الظروف غيرت المعماري بتاعي، وليكن مثلا عملت حيطه بالشكل دوت اهي، غلاسه، هي غلاسه يعني، اقولها احط عليها التلفزيون وحاجات زي كده، اقدر اعمل سيلكت للعنصر دوت واقول له ابديت، يبدا يتفادى الحائط اللي موجود دوت. الخطوط دي اقدر اتحكم فيها ان انا لو جيت من قائمه مانج وقلت له اديشن سيتنج وقلت له انا هشوف الخطوط، هتلاقي الخط موجود اهوت اسمه باص اوف طرف اللاين، واخد اللون الاخضر، واخد الهاتش دوت. ممكن تغير المعلومات بتاعته كلها زي ما انت عايز. تمام، ممكن تقول له بدل سوليد لا ده انا عايز هاتش ابلاي. اوكي طيب، وممكن تيجي برضو في الاناليسيس وتيجي هنا باص اوف طرف، هتلاقي السهم دوت، فتقدر تقول له ايه الحاجات اللي هو ممكن يتجاهلها مثلا هنا او يمشي من خلالها، فتقدر تعدل المعلومات ديت حسب الاعدادات اللي انت عايزها. ريفت ويل نيفر كونسيدر ذا فولوينج، لو حاجه مخفيه هو مش هيحطها في الاعتبار، فانت تقدر تشوف ايه العناصر الاضافيه اللي ممكن تبقى دونت كونسيدر ذيس موديل.